السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بعض الفلاتر. طيب خلينا ندخل على الموفي كده، هنعمل موفي، وهنا لو هتعمل فيديو نفس الكلام برضو. في فلاتر كتيرة بتشتغل في الموفي ومتشتغلش في الفوتو والعكس. هقول له ريكورد بالشكل دوت، هبدأ اخد لقطة. ممكن تاخد لقطة تانية من زاوية تانية، تحرك الكاميرا زي ما انت عايز، او تعمل اب وداون زي ما انت عايز، او تبدا تعمل بس مجرد زوم بالكاميرا فيبدا يقرب فتحس كأن في حركه موجوده. تعال نبص عليها كده. اوكي طيب، هقول له دلوقتي انا عايز اشوف تاثير للشمس، فممكن نغير كده فنيجي كأنها بالليل. طبعا المفروض يبقى في بعض المصابيح على الاقل. طيب انت ممكن تخلي المشهد كله بالليل زي ما انت شايف، او تخلي في الاول بالليل وبعد كده الصبح، وفي نقلة بينهم عن طريق ان انا هقول له كي فريم. تمام، وهاجي هنا خالص واقول له كي فريم. طيب هنا في الاخر اللي هو الكي فريم التاني، هقول له انا عايز يكون فيه شوية انارة، وتقدر تغير السن هيدين والسن بريتنس، تقدر تغير فيهم. وده كورس الشمس، لو احنا الشمس موجودة في المشهد بتاعنا هتبين الفكرة. تمام، فانا هاجي اقول له بلاي فهتلاقي الفيديو هوت، الكاميرا بتتحرك وفي نفس الوقت الشمس بتبدأ تظهر معانا. في مشكلة طبعا ان احنا تقريبا الشمس ظهرت معانا بشكل كبير هنا، فخلينا نصغرها شوية. ايوه طبعا مش عاملين كي فريم فالتأثير هيظهر في كله. ايوه طيب، ده بالنسبة لي السن. ممكن نقول له انا عايز مؤثر تاني مثلا الرايز، الاشعة نفسها. تمام، ممكن الاشعة نخليها هنا مثلا. بص شوف الاشعة معمولة ازاي، ممكن تكترها، ممكن تقللها، ممكن تخليها توصل لحد الأرض خالص، تملى الشاشة أو تبقى قليلة. بص كده قوية بس مش مكملة هنا، خلينا تكمل شوية. فدي انت كده بتتحكم في الأشعة بتاعت الشمس زي ما انت عايز. تعال نشوف مؤثر آخر، السان ستادي. بيقول لي بقى انت عايز الشمس الساعة كام، ويوم ايه، وشهر كام، وسنة كام، التايم زون على اساس تحدد المكان اللي انت موجود فيه، الدري سيفنج، وهكذا. تبدأ تحدد الاعداد بحيث ان هو يجيب لك الشمس زي ما هتظهر في المكان اللي انت موجود فيه. ننقل بقى على الوزر، في تأثير مثلا ان في شوية ضباب. بالشكل دوت خلينا نلغي المؤثرات بحيث انها ايه تخف شوية. في الرياح طبعا لو احنا واخدين لقطة فيها شجر، تمام، هتظهر معانا الرياح بشكل قوي. هنا بقى الحاجات بتاعت السكاي، سكاي اند كلاود وهوريزونتال كلاود وهكذا، بحيث لو انت عايز تزود السحاب وتخليه يمشي بسرعة أثناء ما بتاخد الفيديو بتاعك، هتلاقي حاجات خاصة بيه الفيديو. هنا بقى ممكن تعمل ووتر بحيث يبقى فيه مية موجودة، ممكن تستغل حمام السباحة دوت ونقول له احنا عايزين مثلا ووتر. انت خليت المشهد كله تحت المية، تمام، فمش مناسب اعتقد في المشهد بتاعنا. الكاميرا هيدينا شوية مؤثرات. تمام، الناس اللي هي بتحب العدسات والحاجات دي كلها هتلاقي هنا شوية متعة في موضوع الكاميرات. ممكن تخلي الفيلم قديم شوية، طبعا بتبقى حلوة لما تستخدم موضوع الكريت كي فريم بحيث ان انت بتنقل من كاميرا لكاميرا او من مؤثر لمؤثر وهكذا. هنا عملنا عدسة، وخلينا نشوف ايه حتة لذيذة كده من موضوع العدسات.
تمام. انا هاجي هنا في الاول خالص واقول له ايه، اعمل لي كي فريم في موضوع العدسة دوت، تمام. وبعد كده همشي شوية وروح مغير الزاوية بتاعتها، فلما تيجي تشوف الفيديو تحس كأن في ايه نقلة، ان الكاميرا مثلا عمالة تتمايل وكده. دي فكرة ايه المؤثرات بتاعة الكاميرا. فتعال نشوف الفيلم كده من اول. وهكذا. فالموضوع العدسات ده بيبقى ظريف لو انت قدرت تستخدمه بشكل حلو. طيب ناخد مثلا حاجة زي السكتش. شوف كل الشاشة اتحولت ليه سكتش. خلينا نلغي الويند، نلغي دوت، نلغي الووتر، نلغي التأثير بتاع الكاميرا ونخلي سكتش. وهكذا تقدر تخلي فيه على الحواف كده نوع من اللون الأسود، وتتحكم في الكثافة بتاعته. ممكن تشوف على شاي كرتون، على بلوم، ممكن بلو برينت. دي اللي ساعات احنا كتير بنستخدمها في الشغل بتاعنا الصراحة. ممكن تعمل له حاجة بالشكل دوت. ممكن تحولها من بلو برينت للمنظر الطبيعي، ان انت هتخلي في اول مشهد بلو برينت وفي اخر المشهد ممكن تقوله لا خليه مشهد طبيعي. زي ما انت شايف في شوية مؤثرات لذيذة، وفي طبعا حركة لو احنا ضايفين شخص. خلينا نضيف شخص كده، خليه يتمشى شوية وليكن مثلا. هاجي هنا في البيلت واقول له ان انا عايز اضيف شخص، ونختار شخص كده يكون ابن حلال بيتمشى وليكن مثلا دوت. وموفي، وهقول له بقى احنا عايزين نضيف حركة مثلا موف، اقول له الشخص دوت واقول له خليه يوصل لحد هنا. اوكي بالشكل دوت. يبقى احنا كده ضفنا حركة انه انت بتعمل فيديو في ناس بتتحرك في قلب المشهد بتاعك. دي بعض المؤثرات اللي احنا شفناها سريعا، وتقدر تشوف على قناة بمقربة بقية المؤثرات.